تاني بيلعبها الناحيه المميزه عنده المره دي مش اوفسايد، وعايز يلعب كره بالعرض وخطره الكره دي. وشايفين عبد الحليم اهو بيلعبه طبعا براس حربة علشان هو من الهدافين، وجوه الجول جوه الجول حسام عبد المنعم. لعبها لبلال وبلال عنده فرصه كتير لكن اتاخر. قال يلا حسام محمود وبيطلع كره عرضيه وجوه جول 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 جول. يا مش معقول والله، وفعلا بتعدي وتروح في المنطقه، ولكن حسام محمود وبتتحط مفيش ضغط تطلع بره رجليه تاني. وبعد مسلم يقدر يقدر يتهنى رجليه تانيه.